الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيمو، كيفاش؟ مرحبا اخويا، بخير بخير الله الحمد يبارك لله. فيك. الحمد مرحبا لله كل شيء مزيان. بك، مرحبا. معك حماد من كازا. اه معك حماد من كازا، ايه 37 سنة، ايه من باغي دير تيست السي احمد؟ واحد البنت من كازا هي. شنو سميتها؟ وافرة. وافرة شحال في عمرها؟ 24. شحال انت معاها؟ عام. اوكي. انتوما انت الاصل ديالك نيت من كازا؟ من نواحي تاسي دكالي. وهي مشكل عبدي. عبدي هي. وهي هي هي وكاطي معايا. يلا عطينا النمره ديالها. اها 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 ايه بلاتي بلاتي، راه مشات لي. عاود جوج اربعه الارقام الاخرين. ايه ايه اها ايه يلا اوكي. ما تهضرش نقولها لك صافي، ما تهضرش نقولها لك. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا الانسه وفاء. صافا اختي العزيزه بخير؟ العائله مال انطار كلشي مزيان؟ نهار كبير هذا. نعم نقدم لك راسي، معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. كتسمعيني يا وفاء؟ ديجا مفرجه في البرنامج ديالنا ولا لا؟ وي وي كنسمعك. ديجا مفرجه في البرنامج ديالنا ولا لا؟ كنسمعك. انت كتسمعيني؟ ديجا مفرجه في البرنامج ديالنا؟ مرحبا بك، نهار كبير هذا اليوم، تعرفي عليه ان شاء الله. الانسه وفاء من مدينه كازا، العمر ديالك 27 سنه. شنو ليلى؟ ماشي مشكل، شحال في العمر ديالك؟ اوكي ماشي مشكل، دونك يقدر يكون عنده هو غلط في هذه المعلومه هذه، معليش. المهم الانسه وفاء هادياك؟ وفاء هادياك؟ اوكي. هذا واحد السيد هو يتصل ببرنامج ديالنا، هو يعطاني الرقم ديالك باش نتصل بيك. قال لي باللي نتوما في علاقه حب مع بعضياتكم، يلاه تعرف عليك مؤخرا غير في هذه الشهور الاخرين. شكرك بزاف هذا السيد هذا، ان شاء الله ناوي معك الحلال. كتسمعيني ولا لا؟ ايوا خليك معايا خليك معايا. قال لينا بلي نتوما في علاقه حب وكيبغيك، وان شاء الله مرادكم في مغي تقدم الخطبه ديالك. الله يكمل عليكم بالخير اولا قبل كل شيء اختي وفاء. هذا السيد عنده شي سر، بقيت شي هضره زوينه بغى يقولها لك. انا ندوزو لك اختي وفاء. اوكي ما عرفتيش اخويا، اصلا انا حاليا ليبر ديال راسي. اوكي ماشي مشكل، شوف هاد شكون هو. كيفاش ليبر ديال راسي؟ انا ما عنديش شي واحد اصلا. متاكده؟ واخا الانسه وفاء، امتى كانت عندك اخر علاقه؟ نو عادي عادي جدا، ماشي شي اسئله اللي خاصه، عادي جدا. امتى كانت عندك اخر علاقه؟ سؤال عادي. لا. تقريبا شحال يكون ديال الوقت داز عليها؟ واحد الرقم مقرب وصافي، ماشي بالضبط. عامين. عامين. شنو كان الاسم ديالو؟ نو صافي. من من تما ما درتي حتى شي علاقه، ما بنيتي حتى شي غولاسيون جديده، ما والو. اوكي ما عندكش شي انسان كتبغيه؟ ما عندك حتى شي حاجه؟ كنبغي غير راسي. احسن حاجه. نسولك اخر سؤال اختي وفاء وندوز لك هذا السيد اللي اتصل بينا. اوكي اوكي. في هذا الوقت بالضبط الا تقدم لك شي واحد ارتاحيتي ليه، شفتيه ولد الناس، كاع المواصفات اللي كتمنيها فيه، تقدم للخطبه ديالك تقبلي؟ ما علاش لا. اوكي خليك معايا. دونك السي اوكي غير ترتاحي ان شاء الله. كسمعتي يا سي احمد ياك؟ سمعت. يلا انا ندوز لك، وما تخليش ليها انت، ما تخليش ليها. واحد جوج ثلاثة. ها هو معك الأنسة وفاء. السلام عليكم. ألو ألو ألو، كيف دايرة بخير؟ الحمد لله. ها هي الحمد لله. عرفتيني؟ لا
وفاء باين في دار لك شي حاجه اللي ضم راسك ياك لا خصني ما دير هذا لا وفاء كيقول لك واحد المثال ما كيحسن بالو غير المخبوط به شنو دار لك قلنا في وجهو عادي شي شنو دار لك؟ ماشي بالضروري نقول. لا قول اشنو كاين؟ كنقولش عارفني انا صافي شي حاجة كدوز ما كنبقاش نعاود نفكر فيها كتمرضني. لا ما كنمرضك ما هذاك الشيء اللي قلتي السيد قولي. قولي ماشي قولي تخبي ما كنبقاش تخبي هذاك قولي. قولي. بس عرفت سيتو تعرف شنو كاين
وفاء هاد السيد دابا باغي يتزوج بك. وشنو داير ليها انت؟ داير لها شي حاجه؟ دابا واش غير هاد الشيء غير على الوعود؟ علاش مقلقه وفاء؟ شنو ما وريهم لينا؟ هو كيقول لك قولي، كيقول لك قولي. الحوايج هذا ما قوليهم، ما كيتكالوش. لا غا قولي، غير قولي. مستحيل نقول. لمحي بشي طريقة واحدة أخرى، لمحي بشي طريقة واحدة أخرى. نعم؟ حيت أنا بنت العاقل ما نقدرش نقول شي حوايج. لمحي لمحي، قربينا ليهم، قربينا ليهم. الحمد لله مغاربة كيف ما هما طاير، ما حتاش نلمح. دابا نانانانان. حاجه فوق من نانانانانا. ها؟ أعوذ بالله. بلاتي نسول واحد السؤال، بلاتي غنحيد الصوت، بلاتي نسول واحد السؤال سكري. احمد غلطتي معها بزاف. لا والله ما غلطت والله، غير فهمني انا، فهمني انا. اجمع معنا راسك، اجمع معنا راسك. لا شوف شوف، دابا من هادشي كامل كنتي كتبغي السيده غتمشي لدارهم ديريكت، كلا نتلاقاو ولا غنمشيو هنا ولا وهي راه حاقده.
نعم وفاء. بلاتي قالت واحد هضره معقوله. شنو قلتي؟ لا من غير الا كانوا الوالدين ميتين ولا. لا فاطمه هي خاصه. وي هذيك المرة الأولى ماشي مشكل يتعرفوا على الوجه ديالك، ولكن المرة الثانية تجيب الوالدين إلا مازالين في الحياة. لا فهمت ليا أنا الوالدين توصل. إيوا شنو بالك يا وفاء؟ هو يكفر على الغلط ديالو. وي. ايوا بنت الناس ما عنديش مشكل. كاع الناس كيبداو من الزيرو. انا ما بغيتش ندير الدار كريدي، انا ما باغاش هادي، بغا ناخذها طرا نكتب في المحل. وي خويا باغي تاخذ محل ديالك. هي ما قالتلكش خذ محل، هي ما كرهتش محل، ولكن قالت لك ما كتفكرش اصلا في محل ولا كتفكر، قالت لك تصبر معاك في اي حاجه بمعنى يكون انت راجل. ايوا راك غلطتي معاها. هي قال لك انتي كاع غامرتي هاد المغامرات كاملين. ما عندكش خوتك يا وفاء؟ عندي خوتي كنغامر في كل شيء. وما خصيش شي نهار تحصلي تخو قاتلين نكون بجوج. حيت هو تبارك الله على راجل ما سمع على بالوش. وانت كتغامر كاع هاد المغامرة 37 عام و نقز انا واحد السرجم دابا. والله الا انت الراجل يا وفاء بالله. وشوف احمد انا نهضر معاك هضره الرجوله. شوف راه باش دير شي بنت على ودك هذا الشيء كامل باش دير معاك. شوف خلينا من الهضره ديال عارفاني ودوك الهضره الضحكه الصفراء. الا كنتي كتبغي هذه السيده هذه ما تقول لها لا نتلاقاو ولا باقي تغلط. راه شوف راه الحاجه اللي فيها سميتو راه ما يسترش فيها الله. الا كنتي باغي الحلال صافي انت عارف دارهم عارف والدي عارف خوتها. السلام عليكم. قصد الباب تشرب. سمعوا وي قسم بالله ما بغيت لابد ما خلوان. وانت في ذاك الوقت اللي راه ما انا شوف ذاك الوقت غادي تكون كدير ماشي غير غتكون كتفرش اللبن. لا الله ما كاين شي. لا هي شو هي هذا هذا تستافدوا بزاف. شنو كيقول لك؟ لا هي شي كيقول لك دابا كنقول لك غير بحال ما كان فهمتها والو. والله ما كتقول لي غير كتقول لي غير كاع هي كتقول لي كتقول لك شوف اخويا قصدي والله الا ركبت شنو وجع عنده الا بغى غير الشوق
لا ما تصيفط لي ما والو داكشي باين دابا دابا. ما عارف يعني عندكم بحال اجي لهنا يوسف دور عمرك باقي تدخل هاد اللايف الحيوان اللي ولد. سمعونا على واحد التعليق. وي نعم شتي وفاء هي بحال اش غنسولها هذيك ماشي 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 صاحبه هذيك عادي انت غتكون راجل غادي تنخلها وي ورا بغات نكرر بطبيعه الحال ما مادام صاحبتها بغات تلح عليك صافي راه ما غاديش غتنكر على هذيك صاحبه خلينا من السطوريات وخلينا من داكشي شوف رانا المعقول واو 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 هادشي كامل شوف شوف احمد انا نلومك انت اخويا انا غادي نلومك انت غلط في حق هاد البنت شوف اسمع انا نجيك المعقول البنت تاقت فيك دخلاتك لدار والديها بلا اخبارهم لو كان يشدوها غادي يقتلوها اما انت مازال غادي تفط وغادي ما المهم داكشي راه باين غادي يقتلوها عاطيك كلشي وفي الاخر وي كنسمعك خلاص هذا نعم وفاء اش كتقول قالت لك انت نهار كتقول ليها نجي عندك للدار وكذا وكذا نهار تقول لك هي لا كتقول ليها هي ما بقاش كتبغيني ونهار قالت لك دوز ديال هضر غير مع امك في التليفون كتقول لها لا حتى تنمشيو بعزنا ولا ب... شوف القصة ديالكم نتوما خاصها نهار بوحدو سمعي احمد دابا باش تكفر على الغلط ديالك ما غادي تلفت لا هك ولا هك مادام هاد البنت داكشي كامل دوزتي انت وياها غادي تمشي تهز والديك وانت مفتخر وداكشي اللي قسم الله غتجيبو البنت صابره معاك قالت لك في الاول ما كتقول لك راه لا والو ياك
الزوالي ديك وكون راجل وكمل على الرجوله ديالك. دابا نسى داكشي كامل، شوف ما كاينش البنت غادي تدوز معاك هادشي كامل وما غاديش ترضى بك، غتقول لها اي بطبيعه الحال مقلقه ولكن خصك ترضيها. ترضيها تهلا فيها اخويا. انا شوف انا ما هربتش من وجهها، راه ما باش لقى ما احسن منها. راه شوف غنقول لك واحد الهضره، راه اللي كنتي دوزتي معها شي 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 حوايج اللي زوينين وكذا وكذا وخرجتوا وسافرتوا وهذا، ايوا راه ما عمرك راه ما ايوا راه ما عمرك ما غادي تلقى شي وحده اللي ما عمرك في حياتك حلمتي بيها، حشمتوني. التصرفات ديال الوفاء شوف 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 لا نطولوا نقصروا، نتوما قصتكم طويله بزاف. ترجل مع هاد السيده هادي وقصد الباب ديال دارهم. كتسمع كتسمع قصد قصد الباب ديال دارهم. راه شوف ما انت كتضحك يا صاحبي، انا والله الا انا ما فهمت فيك والو، كنت حنايا كون جمعت معاك. نعم وانت كت هي السيده راك اشوف، انا من الاول قلت لك السيده كتهضر مقصحه، راه بالسيف عرفت شنو هي، راه مدوزه معاك الحرب ومغامره وما نعرفهاش وفي الاخر ايوا ما تفوتهاش قصد دارهم ديريكت. سمعتي؟ سمعتي؟ جاوبها باش غتجاوبها. انا ما والله يدير لكم شي تاود الخير. امين. علي نقول لك كون راجل وسير سير للدار ديالهم. يلا سيمو خويا تهلا بيا فراسك. ايوا بلا ما نوصيك اختي وفاء. الله يدير لك اللي فيه الخير، ولكن هادي دير لك العقل. وياك دابا يبقى هو كيسمع، وياك يقول لك هادي. وي. كان. والله الله يدير شي تاويل الخير. الله يعاونك. شي كلمه اخيره باغي تقولها ليها؟ كنبغيك ما نقدرش
راه قال هانيت انت اش بغيتي تقولي ليه؟ بحال ما خاصو حتى خير. لا لا هزروا الناس سليم. الله يعاونك تحياتي اختي وفاء، الله ييسر لك ان شاء الله، ولكن راه تكوني استفدتي شحال من حاجه دابا. يلاه مرحبا، الله يكبر بك، مرحبا بك، الشرف لي اخويا العزيز، مرحبا. الله يعاونك. ما عمرك تفرجتي في البرنامج ديالنا؟ شوفني انت كتقولي لي غتدخل اليوتيوب غتلقى لك الحلقه وكذا، ما عمرك كتقولي ما عمرك دابا؟ لا، واش عمرك تفرجتي فيه ولا لا؟ دخلي الانستغرام ياك، ديري سي محمد سريري اوفيسيال. سريري اوفيسيال ويوتيوب وفيسبوك سي محمد سريري واحد، واليوتيوب سي محمد اسباس سريري. يلا دخلي على اليوتيوب ديال السي محمد اسباس ديالي غيطلع لك. الله يعاونك. يلا مرحبا. وروين عندهم هادو؟ الله يلا روين.